متابعي زيكا محسني الظن، صباح الخير عليكم. نتوما معايا اليوم في واحد من روتيناتي الصباحيه. علاش قلت واحد من روتيناتي الصباحيه؟ لان كنرتب اولوياتي على حساب مهم غير مهم، ولكن كيطرا فيها تغيير وتعديل على حساب احتياجات ولا على حسب شنو وقع هذاك النهار. يبقى التركيز على الأنفع والأصلح. من بين أولوياتي والأشياء اللي كنديرها اللي كتبان لي مهمة وحاجة أنا مسؤولة منهم ومسؤولة عليهم هما كلباتي. أول حاجة كندير هي كنفطرهم. قبل ما نفطر أنا والأولين ما خصنيش ننساهم، وباش ما نتلهاش ونتشغل عليهم كنسبقهم هما الأولين. نور الصباح وضو الشمس، حكمة ربانية من عند الله كتقول لكل واحد فينا ما زال كاينة فرصة لبداية جديدة. يعني الرؤية كتوضح، الذهن كيصفى، كاين الأمل، كاين التفاؤل. غناخد هنايا جوج تفاحات وغادي نطلع نصاوب الفطور. درت الأولى تسلق والثانية غادي ناخد ليها الزيت ديال جوز الهند، تقريبا هكذايا مقدار ديال معلقة هكذايا كبيرة. غنزلها على كاسرولة، ناخد تفاحة ثانية ونقطعها هكذا مرتين صغار. نضيف عليها من ضمن ولا من بين الفواكه الجافة ولا اللي كتجي هكذا مع التفاح وتتعجبني في الفطور، الزبيب كيجي روعة. نضيف هكا واحد المعلقة تكون كبيرة، حيدت ليها القشور من بعد ما تسلقات، وغير بفرشيطة هكذايا كنبدأ هكذا بديت كنمعسها. وغنضيف عليها واحد الإضافة زوينة هي العسل، كيعجبني العسل هكذايا كيجي زوين هكذا في الفطور، معلقة ديال العسل واو. غناخد هنايا تقريبا كاس ديال الشوفان، شوية ديال الملحة، الحليب. هنايا خديت حليب القمح، لكم الاختيار، انا كنفضل الحليب النباتي على الحليب الحيواني. شوية ديال القرفة، وغادي نخليه نبقى واقفة عليه هكذا باش ما يلصقش ليا، ونبقى كنحرك حتى يطيب. غادي نضيف عليه ديك التفاحة اللي خلطنا مع العسل، وغادي نحرك هكذا كل شيء، غادي نخلطو هكذا مع بعضياته. القدر ديال درت القياس ديال الفطور. عندي انا وجبه الفطور هي وجبه اساسيه، هي اللي باش كنبدا بها النهار ديالي، اذا كانت ناقصه راسي يضرني. حباك لحالي
الباب كيتسناو يتخرج مشى ديما كتكسل حتى هي ويلي ويلي على التكسيله كي دايره يتسناوني مساكن نعطيهم حتى ما وقت ونخرجهم. ما عنديش هكذا الجردة، ما نجيبش هكا الكلاب ونتكرفس عليهم. تيبغيو الطبيعة، تيبغيو الزنقة، تيبغيو تعطيهم الوقت، كيبغيو يخرجوا، كيبغيو الحركة، كيبغيو يجريو، كيبغيو يلعبوا، كيبغيو الاهتمام بزاف. هاد الكلاب اللي كيسول على النوعية ديالهم، هما أصغر كلاب في العالم، سميتهم شيواوا، واحد جايين من المكسيك وتسموا على واحد الولاية مكسيكية سميتها شيواوا. دخلت هنايا قبل ما غنخرج كندير كنقضي هكا حويجات هكا بساط، من ضمنهم مثلا هذا البريق هذا اللي عندي ديال الماء، كله فيه الكالكير. انا عارفه دابا غادي يدخلوا الدراري من ورايا وهادشي، يبغي هكا اي واحد غادي يطيب اتاي ولا شي حاجه، نبغي دائما هذاك نحيد منه الكالكير، ولا ما غاديش يستعملوه ملي كيشوفوه بحال هكا. الخل حاجه تعلمتها فادتني بزاف، استعمالاته كتيرة، فعال، والنتيجة ولا أروع. هذاك الماء بالضبط اللي درتو دابا كيطبخ، ما غاديش نضيعه، يعني غادي نحوايج اشياء اخرى غادي تستافد منه، هي اللي غتشوفوها دابا معايا. مهم انا شوفوا غنخليه كيطبخ مزيان، وفي نفس الوقت هذاك الكالكير كله شوفوا كيتبخر. غيبان لكم البريق دغيا دغيا، دابا نضافوا وتغسل، حاجه بسيطه وسهله وما كتحتاج لا حكان لا تكرفيس لا قلت حتى الوقت، ما كتشد لك لا وقت لا حتى شي حاجه. غير انا هنايا شوفوا دابا النتيجه كي دايره، ما درت حتى شي حاجه، ما كاين لا مجهود لا حتى شي حاجه. غادي نشلو هنايا غير باش نحطو هكذايا على جنب الدراري، باش ما تجيوش حتى يطيبوا اتاي ولا يطيبوا شي حاجه تجيو فيه من ريحه الخل. صافي وجدتو ليهم تمايا، وهذا الماء دابا بالضبط انا غنديه دابا للحمام. الماكينه ديال الحوايج ما شاء الله راه صبرات معايا، راه عندها ال جي هادي عندها 10 سنين، يعني كنخدم عليها كل نهار. قلت لكم الصابون يعني بعد ما تلجوش المرات في النهار ما صبرات معايا. شوف واخا هكاك، واخا كنشري ليها البرودوي وهداك الشيء وكننظفها، كيبقى ليا هذاك الباب ولا كيبقاو شي بلايص ما كيتنظفوش، عاد خصك دوك البرودوي خصك ديري ليها غسله وشحال من حاجه وبلايص تنظف وبلايص لا. انا بكل سهوله وبساطه هانتوما الخل، كناخذ فوطه ولا دره اي حاجه عندكم وكنحطها تما على هذاك الباب حتى غتولي كتشعل، وشي حاجه والله ما فيها لا مجهود لا حتى شي حاجه. حطيتها هكذاك وغادي نخليها، ولكن خصو يكون عند الماء خصو يكون سخون، يعني خصو يكون مطبوخ غير هكاك باش تخرج لي النتيجه دغيا دغيا، باش ما تعطلنيش زعما ما يكونش الوقت هكا طويل. خويت بقيه الماء تما وغنخليهم هكذايا شي نص ساعه. جمعت هنايا الكوزينه، حيت الكوزينه تعودتو عليا وقلتها لكم مع شحال مره فيديوهاتي، ما كنعس حتى كتكون الكوزينه نقيه ومنظفه، يعني في الصباح تيكونوا غير داكشي اللي تجبد ديال الفطور، يعني الدراري وداكشي اللي جبدو ديال الفطور صافي فقط لا غير، وداكشي ديالي باش فطرت دخلتهم دابا الماكينه، يعني ماشي شي حاجه. صافي هنا كنامن الكلاب حيت تعودوا مساكن كيبقاو هكذايا بوحدهم في الدار. صغنمشي دابا نشوفوا النتيجه كيفاش دايره هكذايا مع بعضياتنا. صافي من بعد نص ساعه ولا ماشي بالضروره نص ساعه، تقدروا تخليوها نص ساعه وانتم تبغيو تغسلوا عاده سيروا نظفوا. صافي كناخذ هكا دره نقيه وكنمسح بحال هكا بكل سهوله، كيتنظف عندي داك الباب، كيولي كيشعل، كيولي بحال شريتو الماكينه هكا. وقلت لكم شوفوا شحال من عام، ماشي زعما شي حاجه عاد واخداها ولا شي حاجه جديده، وماشي شي حاجه زعما كنتهلا فيها. والله الا والله الا كتجيني هاد الماكينه مكرفصه مسكينه، كتجيني خدامه ما كتزكاش هاتي كنقول واو، ولكن نافعاني بزاف هي ديال تتعرفوا الجو هنايا الشتا والجو في شكال
وبقاو الصابون كتحتاجي هكذايا الحوايج، يعني النشافات هي نافعاني هكذايا بزاف. دابا عاد غادي نشعل عليها هذاك الماء اللي خويته تمايا ديال الخل، غنديرها تنظف ولا تغسل في بروغرام هكا 30 دقيقة هكذا. من بين الأشياء المهمة بالنسبة لي هو الاعتناء بالشكل ديالي والمظهر ديالي، حاجة تعودتها مني كان في عمري 14 15 عام وأنا على هذا الحال. يعني كنهتم براسي، عزيز عليا، شي حاجة كتسعدني كتفرحني وكتخليني هكا كتحفزني أنني نقوم بزاف ديال الأمور وبزاف ديال الحوايج. مهم شي حاجة كتعجبني نديرها كتفرحني، يعني النهار ديالي كنكون كيكون مزيان مني كنكون هكذايا الشكل والمظهر ديالي هكذايا، سواء في الدار سواء غنخرج ولا ما نخرج، انا تعودت نكون دايره بحال هكا. هنا ماشي مهم بزاف اننا نديرو بزاف الاشغال هكذايا في الدار، لا، نقضيو غير حاجه مهمه نعرفو شنو اللي خصنا نديرو وشنو اللي خصنا نوخرو، يعني غير الحوايج المهمين، يعني هما اللي غنركزوا معاهم وهما اللي نديروهم هذاك النهار. ما نجهدوش وما نتعبوش ريوسنا في الاخر مني سالي النهار نحسو براسنا مدقدقين ومطحطحين وفي الاخر ما قضينا حتى شي حاجه، لان نفسك ما سعدتيهاش، الراحه ديالك ما لقيتيهاش، بزاف د الحوايج كتحسيهم ناقصين، يعني ما درتيش، درتي ولكن كتحسي براسك ما درتيش. علاش؟ حيت ما عطيتيش الوقت لنفسك بشويه نقضيو الحوايج غير المهمين وغير اللي خاصينا هما اللي غنديروهم هذاك النهار، ماشي كل شيء دقه واحده. جيت هنا لاختيار الملابس، ما غنقولش لكم الجو دابايا لان بدات كتصب الشتا والجو بدا كيغيم، حنا عندنا هنا الجو في الدنمارك يا سلام بلا ما نعاود لكم، ولكن تعودت عليه. مهم مرة تشوفوا هكا الجو هكا مظلام، مرة شوية يجي 4 الفصول في نهار واحد، مهم تعودت عليه وكنلبس هنايا يعني. داكشي علاش الواحد كيمرض بزاف، مهم تعودت وكنلبس على حساب البلاصة انا اللي غادا ليها. هنا انا ما كنختارش، كنتعمد ندير لكم تنسيق هكا ملابس حساب الطلب، البنات اللي كيطلبوها كندير لهم فيديوهات خاصه، لا انا كنبغي نجمعهم ولا كندخلهم هكا في فيديوهات في نفس الوقت كتشوفوا هكذا اللبسه تنسيق لبسه هكذايا كامله. انا هذا هو الغرض ديالي، علاش كنقول لكم احسنوا الظن سوء الظن ماشي مزيان. المهم ما عليناش على حساب الطلب باش نرضي واحد الفئه هكذايا كامله. المهم هذه هي الخرجه ديالي، وفي نفس الوقت راه خرجتي هذه ماشي شي حاجه كنديرها راه زعما الفيديو ولا شي حاجه، راه من ضمن خرجاتي هكا. هذا هو شكلي وهذا هو الطريقه ديالي اللي كنعتمدها ولا اللي كنديرها دائما، يعني شي حاجه كنحسها بحال درتها البارح نفسها يعني كتعاود وكتكرر. صافي كنتبع معكم هنايا الخطوات والحاجه اللي درتها والحاجة اللي ما درتهاش، يعني حاجة بسيطة ما سامبل، ما ماشي من النوع ديال انا النوع اللي حاضية مع الموضة والحاجة تراندي، لا لا لا، نهار غندير شوبين ولا نهار غنشري شي حاجة معمرني ما شريت لبسة كاملة. انا اللي كنناسق هكا اللبسات وكنقادهم على حسابي وعلى حساب جسمي، وكنختار دائما بزاف ديال القطع على حساب ثاني البلايص اللي كنمشي ليهم، يعني حتى في لبسي كتشوفوني مره كلاسيك مره سبور مره كل مره على حساب. قبل ما نخرج كنمشي نطلع على اجود واروع كاميرات عندي في المنزل، يعني جوده عاليه جدا سي ان ان والجزيره، لا 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 راه حاضرين دوره الدبابه ما كتزهقش ما كيبغوش كينبحوا على اي واحد غريب، هادو هما الكلاب. يلا الزينه ديالي غادي نخليكم هنايا، خاتمه ديال الفيديو نقول لكم تبقاو على خير ولا نهاركم ان شاء الله جديد ويوم كله متفائل.
احبكم كثيرا كثيرا، ولهلا يخطيكم عليا، والله ينور لي افكاركم كما كنقول ديما، وبسلامة.